السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض سلسلة دروس HCIA Data Conversion 1. هنتكلم إن شاء الله في الفيديو ده مع بعض عن الـ Ethernet Switching Basics. نبتدي نتكلم عن بعض المبادئ الخاصة بشبكات الـ Ethernet أثناء الـ Switching. الـ Data Transmission طبعا في النتورك بتاعتنا لازم يكون في ستاندرد معروف هنمشي عليه، زي ما احنا اتفقنا مع بعض في الجزء اللي هو بتاع النتورك ريفرنس موديل. فعلشان كده اتكلمنا وقلنا الداتا لينك لير كان موجود فيها الايثرنت بروتوكول، ده طبعا خاص بشبكات اللوكال اريا نتورك. فقلنا الايثرنت بروتوكولز ديفايند هاو الداتا فريمز، ازاي الفريمز بتاعتي ار ترانسميتد اوفر ان ايثرنت نتورك. علشان نفهم مع بعض الايثرنت بروتوكولز، علشان نبتدي نفهم مبادئ الكوميونيكيشن اللي موجود عندنا في الداتا لينك لير، فبدأ يظهر معانا الايثرنت سويتش هو المين ديفايس، يعني هو ده يعتبر بالنسبه لنا الديفايس الرئيسي علشان امبلمنت الداتا لينك لير كوميونيكيشن. يعني زي ما احنا اتكلمنا قلنا السويتش بتاعي بيكون موجود في لير 2، معنى كده اللي هو موجود في الداتا لينك لير. وهنبتدي ان شاء الله في الموديول ده نشرحه بالتفصيل ونعرف يعني ايه سويتشنج ويعني ايه ايثرنت سويتش. يبقى هنا هنتكلم مع بعض عن الكونسبتس الريليتد بالايثرنت بروتوكولز، وهنتكلم عن الماك ادرس تايبس، وهنتكلم عن الوركينج بروسيس والميكانيزم بتاع اللير 2 سويتشز. بعد ما نخلص ان شاء الله مع بعض الجزء ده هنكون قادرين ان احنا نتعرف على البيزك كونسبت بتاعت النتورك او الايثرنت نتورك. هنبتدي نفرق ما بين الانواع المختلفه من ماك ادرس تايب، هنكون فاميليار بالوركينج بروسيس بتاعت اللير 2 سويتش، هن فاميليار برضو مع الاستراكشر والجنريشن بروسيس اوف الماك ادرس تيبل اللي موجود عندنا. اول سيكشن معانا بنتكلم عن اوفر فيو عن الايثرنت بروتوكولز. الايثرنت زي ما احنا قلنا مع بعض هو most common communication protocol standard موجود عندنا، وده موجود طبعا في اللوكال اريا نتورك زي ما احنا اتفقنا مع بعض قبل كده. ده طبعا defines the cable types and signal processing methods that are used on LAN. يعني انت تقدر تتعامل بالايثرنت من خلال الكيبلز اللي موجوده في اللوكال اريا نتورك لو انت شغال توستد بير او شغال مثلا بالنسبه لك هنا شغال توستد بير، سواء كان شيلدد او ان شيلدد توستد بير. فاحنا هنا شغالين في شبكات الايثرنت. الايثرنت طبعا نتورك عباره عن برودكاست نتورك بيلد بيزد على الكارير اللي موجود عندك سينس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن. يعني ايه السيزمه على السي دي ميكانيزم؟ لو جينا نتكلم زمان كان في عندي شيرد ميديا، وكل الديفايسز او كل النودز بتاعتي متصله على الشيرد ميديا. فقبل ما الديفايس بتاعنا كان بيبتدي اللي هو يستخدم الميديا اللي موجوده، كان المفروض عليه يعني ما ينفعش احنا الاثنين نستخدم الميديا ات ذا سيم تايم. يعني ما ينفعش هوست ايه يبعت وهوست بي يبعته ان ذا سيم تايم، كان بيحصل عندي كوليجن في النتورك بتاعتي. علشان كده قلنا ان النتورك دي كان من النوع اللي هو الهاف دوبلكس. الهاف دوبلكس يعني ايه؟ يعني حد بس واحد هو اللي شغال، اما بنرسل او بنستقبل فقط لا غير. علشان كده حصل معايا مشكله اللي هي حته الكوليجن، فبدانا ان احنا نحل الكوليجن من خلال استخدام السيزما على السي دي اللي هو الكارير سينس مالتيبل اكسس على كوليجن ديتكشن اللي موجود عندنا. علشان نحل المشكله دي وعلشان نحل قصه الكوليجنز اللي بتتم، بدا يظهر عندي السويتش نتوركينج. السويتش بدا اللي هو يقسم الانترفيسز اللي موجوده عندك، كل انترفيس بيكون كوليجن دومين لوحده. يعني ده كوليجن دومين، ده كوليجن دومين، ده كوليجن دومين، كل انترفيس على السويتش ويعد كوليجن دومين لوحده علشان لو حصل مشكله في انترفيس الانترفيسز الثانيه ما تتاثرش معاك. يبقى كده ركاب سريع، الايثرنت موجود في شبكات اللوكال اريا نتورك. بالنسبه لي شكل النتورك زمان اللي هو الايرلي ايثرنت كان بيحصل فيها كوليجن لان كنا شغالين هاف دوبلكس. هنا بالنسبه لي احنا شغالين فول دوبلكس، يعني اقدر اسند واريسيف ات ذا سيم تايم عادي، وده اللي بيحصل معانا في الشبكه بتاعتنا. انت ممكن تلاقيك بتعمل ابلود وبتعمل داونلود الاثنين مع بعض ات ذا سيم تايم، ما عندكش اي مشكله ولا بيحصل عندك كوليجن. فهنا بنتكلم عن مبدا الكوليجن دومين. يعني ايه؟ قال لك الكوليجن دومين مجموعه من النودز كونكتد تو ذا سيم شيرد ميديا. يعني زي ما احنا قلنا
اللي عندك كل النودز اللي موجودة هوست A و B و C و D، دول كلهم واصلين على نفس الشيرد ميديا، وبالتالي بيحصل معاك كوليجن، لأن واحد بس هو اللي بيقدر يمسك يعني زي ما بنقول الميديا اللي موجودة عندي. يعني ما ينفعش كلنا نتعامل مع الكابل اللي موجود at the same time. فهنا بيقول ان الباكتس سواء كانت موجودة يونيكاست مالتيكاست اور برودكاست، النود يعني اللي هيقدر يستقبلها received by other nodes. يعني لو انا بعت هنا رسالة، فالرسالة دي كلها هتسمع عند كل الناس، وده طبيعي لان احنا كلنا هنا في shared media، يعني هتعدي على كل الناس اللي موجودة لحد ما يستقبلها destination بتاعها. فالتراديشنال ايثرنت نتورك عندك مالتيبل نودز، عندك نودز كتيره اون ذا سيم ميديم شير ذا لينك باندويث، وبيبتدي يشوف بالنسبه لك يعني ايه الديفايس او ايه الديستنيشن اللي انت المفروض هتبعت له او يوصل له الداتا بتاعتك. وفي الحاله دي ممكن كان يحصل كوليجن عندي في النتورك بتاعتي. فطبعا كل ما يزيد عندك الكوليجنز كل ما يحصل عندك مشاكل في النتورك اللي موجود عندنا. فكان الحل اللي موجود هو السيزما على السي دي اللي هو كارير سينس مالتيبل اكسس على كوليجن ديتكشن. بدا اللي احنا طبعا عاوزين نحل الكوليجنز اللي بتتم، بدا يظهر عندك الديفايس او اللي هو السويتش اللي موجود عندي. السويتش انترفيسز بتستخدم طبعا سند وريسيف اندبندنت، يعني غير معتمد على بعضها، وبالتالي كل انترفيس بيكون كوليجن دومين لوحده. علشان كده هنا الكوليجن مش بيتم على الهوستس اللي موجوده، وبالنسبه له لو حصل مشكله بتحصل على مستوى الانترفيس اللي هو السويتش انترفيس بتاعه. بنتكلم عن البرودكاست، بيقول لك البرودكاست هو عباره عن السكوب بتاع الباكت اللي موجوده في لاير 2. يعني لو انت موجود في النتورك التقليديه اللي هي التراديشنال، فاحنا لما بنبعت برودكاست كان بيوصل لكل النودز اللي موجوده على النتورك، وكان بالنسبه لي الشبكه بتاعتي هي 1 برودكاست دومين. على السويتش نفس الكلام، لو احنا متصلين او مجموعه اجهزه متصله في لير 2، فكلها بتكون مع بعض في نفس البرودكاست دومين، مع اعتبار ان احنا ما عملناش اي كونفيجريشن على مستوى الفيلان. يعني احنا في شغلنا في الفيلان ما عملناش كونفيجريشن. يعني ايه ما عملناش كونفيجريشن؟ يعني انت سايبه باي ديفولت كده فيلان واحد، هي الفيلان اللي موجوده عندي على السويتش. فكل الاجهزه دي موجوده مع بعض في نفس البرودكاست دومين. يعني لو ديفايس او هوست ايه بعت برودكاست باكيت، هتبتدي توصل لكل النودز اللي موجوده على مستوى النتورك بتاعتي. الايثرنت ان اي سي نتورك انترفيس كارد ده بالنسبه لي هو الكي كومبوننت اللي بنوصل بيه النتورك ديفايس. طبعا بالنسبه لي متواجد على الكمبيوتر والسويتش والراوتر، ده بالنسبه لك بيوصلك للاكسترنال نتورك. يعني لو انت عاوز تروح لنتورك تانيه فانت بتطلع من خلال ال NIC. فهنا بيتكلم لو انت شغال على الكمبيوتر، فانت بالنسبه لك في TCP over IP نتورك لاير، وعندك ال NIC، فيبتدي في باكتس بتتبعت بالنسبه لك سواء باكت راحه او باكت جايه. ولو انت على سويتش فبالنسبه لك هنا بيكون عنده اكتر من NIC زي ما احنا شايفين، عنده الانترفيس والانترفيس NIC. فهنا بيقول لك اللي انت بتبتدي تسويتش الكلام ده داخل السويتش اللي موجود عندك. فهنا بيقول النتورك بورت هو بالنسبه لنا بنسميه نتورك انترفيس او انترفيس اور بورت، ده الانترفيس بتاعنا. ال NIC اللي هو كل نتورك بورت كورسبوندز تو NIC، معنى كلامك ان البورت نفسه بيبقى عنده اكتر من NIC. تمام، يعني البورت كله بورت بيبقى قصاده NIC نتورك انترفيس كارد. يعني ده المسمى اللي هو الاساسي بتاعه اللي هو نتورك انترفيس كارد. يبقى الكمبيوتر او السويتش بيفورورد الداتا اللي موجوده عندي من خلال ال NIC، وهنعرف دلوقتي التفاصيل بتاعتها. تمام، يبقى بالنسبه لي هنا احنا شغالين على ايثرنت نتورك انترفيس كارد. يعني الكارت اللي موجود عندي هو كارت من النوع ايثرنت. تمام، يعني كل الكروت اللي موجوده عندنا في الاجهزه بتاعتنا هي كروت من النوع الايثرنت. طيب يبقى نتكلم دلوقتي على السكشن رقم 2 اوفر فيو عن الايثرنت فريمز. الايثرنت فريم فورمات بيكلم ده هنا عن الفريم فورمات او شكل الفريم بتاعي في شبكات الايثرنت. بقول لي الفريم اللي موجود عندك ده بيريفير للايثرنت فريم. يعني الايثرنت تكنولوجي ريفيرد الفريم اللي بيطلع عندك احنا بنسميه ايثرنت فريم. الايثرنت فريم اللي موجود اتنين فورمات، ايثرنت
وعندنا IEEE 802.3. ايه اللي احنا ممكن نتعامل بيه؟ قال لك احنا بنتعامل بالايثرنت 2، الايثرنت فورمات 2 اللي موجود عندي. لو احنا جينا نبص على شكل الفريم، ديستنيشن ماك ادرس، السورس ماك ادرس، التايب اللي موجود عندك، اليوزر الاف سي اس، ده التيل اللي موجود عندي. طبعا بشكل زي ما بنقول اساسي، كل شغلنا هيكون على الايثرنت 2 فريم. ودايما كان بيبقى فيه سؤال بيجي معانا دايما في الامتحان، كان يجي يقول لك لو انا لاحظت اللي انا موجود عندي لو شغال على الواير شارك، ولاحظت اللي انا موجود 0x0800، يبقى انا هنا بالنسبه لي شغال ايه؟ قال لك شغال ايثرنت تايب 2 وشغال اي بي زي ما احنا كنا متفقين مع بعض. فكل الكلام ده احنا طبعا يعني قلنا ان 0x0800 ده بيكون الاي بي اللي موجود عندنا. لو 0x0806 ده كان بيكون رساله الارب، اللي هي رساله الارب اللي هو الادرس ريزوليوشن بروتوكول، عشان دي اسئله بتيجي في الامتحان. يقول لك دلوقتي لو احنا لقينا التايب بتاعك موجود في القيمه اللي هي 0x0800، يبقى انت كده شغال اي بي، يعني اللي جاي بعد كده انت شغال اي بي فيرجن 4. طب لو لقيت القيمه 0x0806 يبقى انت كده شغال ارب بالنسبه لك، اللي هو الادرس ريزوليوشن بروتوكول. ده بالنسبه لمين؟ ونوع طبعا الفريم اللي موجود عندك هو فريم من النوع ايثرنت تايب 2. طيب بيجي هنا على النوع الثاني اللي موجود عندنا اللي هو الاي تريبل اي 802.3. طبعا الاي تريبل اي 802.3 ده ريزيرفد وموجود عندنا لبروتوكولات الاي تريبل اي، يعني اي تريبل اي زي مثلا الاس تي بي اللي موجود عندنا، فهو هنا ريزيرفد لمين؟ لبروتوكولات زي بروتوكولات الاس تي بي. يبقى احنا هنا الشكل الرئيسي او الحاجه اللي احنا ممكن نتكلم عليها ودايما بتيجي اسئله في الامتحان هو الايثرنت 2 اللي موجود عندنا، او تايب 2 فورمات اللي موجود عندنا. لازم نكون عارفين التايب بتاعك، لو هو 0x0800 ده اي بي، 0x0806 ده بالنسبه لك ادرس ريزولوشن بروتوكول. بيكلمك هنا ويقول لك يعني ايه ماك ادرس. ميديا اكسس كنترول هو يونيك ايدنتيفاير للان اي سي بتاعنا على النتورك اللي موجود، يعني كل ان اي سي لازم يكون عنده جلوبالي يونيك ماك ادرس خاص بيه، يعني كل كارت موجود بيبقى له ماك ادرس. طبعا ده المصنع او الفاكتوري او الفيندور هو اللي بيحط الماك ادرس ده، انت مالكش علاقه بيه. الماك ادرس طبعا اسمه ماك ادرس او ايثرنت ادرس او فيزيكال ادرس. اتش ان اي سي، كل ان اي سي بيبقى له نمبر، النمبر ده هو الماك ادرس، وده بيعرفه على يعني بيعتبر زي الاي دي او الكارد بتاعك على مستوى النتورك اللي موجود عندنا، قلنا اللي هو بيكون جلوبالي يونيك. طب ايه الفرق ما بين الاي بي والماك ادرس؟ الاي بي هو لوجيكال ادرس، الماك هو عباره عن فيزيكال ادرس. يعني لو احنا هنا في الايثرنت نتورك اللي موجود عندنا هوست 1 و2 و3 وفوق، فعندنا كل انترفيس موجود عنده ماك ادرس زي ما احنا شايفين وعنده اي بي، يعني الراجل ده عنده ماك ادرس 1 واي بي 1، والراجل ده عنده ماك ادرس 2 واي بي 2، ماك ادرس 3 اي بي 3، ماك ادرس 4 اي بي 4. طب ايه الفرق بقى ما بين الاي بي والماك؟ قال لك الاي بي هو بالنسبه لنا هو برضه يونيك، ما بيتكررش، ما ينفعش اثنين ياخدوا نفس الاي بي على مستوى النتورك بتاعتنا. طب الاي بي ادرس بيتغير؟ قال لك ايوه بيتغير عادي، تشينجبل، تقدر تغير الاي بي، تخش تعمل كونفيجريشن تغيره، او تبتدي تعمل اساين اي بي جديد بالدي اتش سي بي، فالاي بي نفسه بيقدر اللي انت تغيره. الاي بي ادرس اسايند بيزد على النتورك توبولوجي، يعني انت لو عندك الرينج بتاع النتورك بتاعك واخد في 192 168 10، فانت لما تيجي توزع اي بي هات بتوزعها في الرينج ده. طب الماك ادرس؟ الماك ادرس برضه يونيك نفس الكلام، يعني ما بيتكررش. الماك ادرس كان نوت بي تشينجد، يعني ما ينفعش ان انت تغيره. الماك ادرس بتاعك اسايند بيزد على المانوفاكتشرر، يعني الشركه المصنعه، يعني مش انت اللي بتغير حسب النتورك توبولوجي زي الاي بي. وطبعا الاي بي هو لوجيكال ادرس، اما بالنسبه لي بالنسبه للماك ادرس هو عباره عن الفيزيكال ادرس. الماك ادرس في الداتا لينك لاير، الاي بي ادرس موجود في النتورك لاير اللي موجوده عندي. فهنا بيقول النتورك ديفايس تمام عنده ماك ادرس
واي بي ادرس. طبعا النتورك ديفايس زي ما احنا قلنا، لو احنا جينا نشوف الانترفيس اللي موجود على الراوتر، فالانترفيس اللي على الراوتر بيبقى له اي بي وعنده ماك ادرس. اما الانترفيس اللي موجود على السويتش فهو ما بياخدش اي بي، يعني هو بالنسبه لنا ما بياخدش اي بي. يعني لو احنا هنا في السويتش هنيجي نقصين، ما ينفعش ندي اي بي للانترفيس بتاع السويتش اللي هو الفيزيكالي، يعني انت بتوصل فيه على طول مباشر. فتبع طبيعه الديفايس اللي موجود، الديفايس ده هيكون يا اما بياخد اي بي او ما بياخدش. زي ما قلنا الراوتر بيبقى له اي بي وماك الانترفيس بتاعه، اما السويتش ما بياخدش اي بي ادرس الانترفيس اللي هو الفيزيكال، يعني الانترفيس اللي موجود فعليا ما بياخدش اي بي ادرس. بيكلمك هنا عن الماك ادرس برزنتيشن. الماك ادرس بتاعنا الفورمات هو 48 بت 6 بايت، ده اللينس بتاعه. هو تيبيكالي ريبريزنتد الماك ادرس بالنسبه لك بيتقسم، بنبتدي تقسمه لو هو 12 بت هيكسا ديسيمال بتقسمهم 6 للايه، يعني 2 هيكسا ديسيمال موجودين عندك بتقسمهم 6 للاي يو اي وال6 التانيين للفندور اي دي. ازاي؟ لو احنا جينا نبص مثلا على مثال هيكسا ديسيمال اللي موجود عندنا او ماك ادرس، زي ما احنا شايفين ده الماك ادرس بتاعي عامل له ريبريزنتيشن بالهيكسا ديسيمال، طبعا دول 6 بايت. لو جينا نشتغل بقى بالباينري ريبريزنتيشن فهتلاقي عندك 48 بت، هتبتدي تاخد كل جزء او كل هيكسا ديسمال وتبتدي تحوله ل 4 بت باينري زي ما احنا شايفين، 0 تحول ل 4، ال 0 الثاني ل 4 وهكذا. طبعا حته التحويل وهنا بيشرح لك ازاي هتقدر تحول من هيكسا ديسمال لباينري، يعني لو انت عاوز تحول ال 0 او تحول مثلا 1 يبقى انت في الحاله دي هتبتدي ادي 3 اصفار 1 ده التحويل بتاع الواحد. لو انت عاوز تحول الجزء اللي هو بتاع الاي مثلا هنا فبيقول لك انت هتبتدي تقول 8 وهتجمع معاها ال 4 وهتجمع معاها ال 2 هيطلع 14. ال 14 بالنسبه لك طبعا لان الهكسا التمثيل بتاعه من 0 بالنسبه لك ل 9 وبعد كده اي بي سي دي اي اف لحد الاف لان هو من 0 ل 15، فبالنسبه لك من بعد التسعة بتبتدي تعوض وتقول A B C D E F زي ما احنا عارفين في الهيكسا ديسمال ريبريزنتيشن. هنا بيكلمك عن الماك ادرس كومبوزيشن وكلاسيفيكيشن. عندك الجزء الاولاني اللي هم الستة بت او الستة بت هيكسا ديسمال الاولانيين او ال 24 بايت اللي موجودين دول بيمثلهم الاورجنايزيشنال يونيك ايدنتيفاير، والجزء الثاني ده الفيندور بالنسبه لي او الكومباني اي دي ده اللي بيعمل له اساين هو مين، قال لك المانيفاكتشر، وبالنسبه لك ده جلوبالي يونيك ايدنتيفاير. لو احنا كده نبص على الامثله او الماك ادرس كلاسيفيكيشن، عندنا هنا الماك ادرس يونيكاست ماك ادرس. بتعرف ازاي ان الماك ادرس بتاعك هو يونيكاست؟ لو جيت تبص على البيت رقم 8 اللي موجود عندك من ايدك الشمال، لو هي بزيرو يبقى بالنسبه لك ده يونيكاست، لو هي بواحد يبقى بالنسبه لك ده مالتي كاست. طب ايه الفرق ما بين اليوني كاست والمالتي كاست؟ اليوني كاست يبقى انت بتبعت من سبيسيفيك سورس لسبيسيفيك ديستنيشن، اما المالتي كاست اللي انت بتبعت من سبيسيفيك سورس لجروب اوف ديستنيشن، يعني انت بتبعت لاكثر من واحد بس ما بتبعتش لكل الناس اللي موجوده على النتورك اللي موجوده عندنا. طب البرودكاست انت بتبعت اذاعه لكل الناس اللي موجوده على مستوى النتورك بتاعتنا، ده البرودكاست. وطبعا البرودكاست بيكون كله وحيد زي ما احنا شايفين، وده شكل طبعا البرودكاست ماك ادرس اللي موجود عندنا، عشان دي اسئله بتيجي في الامتحان بيجيب لك مثلا ماك ادرس زي ده ويقول لك الماك ادرس ده هل هو يونيكاست مالتيكاست ام برودكاست. فطبعا لازم تكون انت عارف تفرق ما بين اليونيكاست والمالتيكاست والايه والبرودكاست بتاعك. هيكلمك هنا بقى عن اليونيكاست ايثرنت فريم. هيقول لك اليونيكاست ايثرنت فريم هو عباره عن يونيكاست فريم، بنقدر نسميه يونيكاست فريم. الديستنيشن ماك ادرس بتاعك طبعا هو بيكون يونيكاست، يعني لو انت هتشتغل على اليونيكاست يبقى انت هتبعت من سبيسيفيك هوست او سبيسيفيك سورس لسبيسيفيك ديستنيشن، يعني لو ايه هيكلم بيه يبقى ايه فعلا بيبعت رساله يونيكاست علشان يكلم بيه. طبعا بتبتدي تبص على الفريم، الديستنيشن ماك ادرس بيكون الماك ادرس بتاع هوست بي، السورس ماك ادرس هيكون الماك ادرس بتاعك. لو انت جيت تبص على الديستنيشن ماك ادرس ولقيت البت رقم 8 بتاعتك بي 0 زي ما احنا متفقين يبقى انت كده بتشتغل يونيكاست، يعني انت الرساله بتاعتك هتتبعت من سبيسيفيك سورس لسبيسيفيك ديستنيشن. هنتكلم عن النوع الثاني من الايثرنت فريمز اللي هو البرودكاست ايثرنت فريم. امتى نقول ان الفريم بتاعنا ده هو عباره عن برودكاست فريم؟
قال لك لو احنا بصينا في الديستنيشن ماك ادرس اللي موجود عندنا ولقيناه 12 بت كلهم افات، معنى كده ان الهوست ايه لو بعت رساله الديستنيشن ماك ادرس بتاعي كله كان 12 بت هيكسا ديسمال كلهم اف، معنى الكلام ان الرساله هتروح لكل الهوستس اللي موجوده على النتورك بتاعتي. النوع الثالث اللي هو المالتي كاست ايثرنت فريم. في المالتي كاست ايثرنت فريم برضه لو احنا حابين نعرف هل الرساله بتاعتي دي راحه مالتي كاست او يوني كاست او برودكاست، هبص برضه على الديستنيشن ماك ادرس اللي موجود عندي وابتدي اشوف لو البت رقم 8 بتاعتي بواحد يبقى الرساله اللي هتتبعت دي هتتبعت مالتي كاست. نيجي للسكشن رقم 3 بيكلمك عن اوفر فيو عن الايثرنت سويتشز ويبتدي يتكلم عن السويتش. ده التيبيكال اركتكشر بتاع الكامبس نتورك. لما بتيجي تديزاين النتورك بتاعتك بيكون عندك اكسس لاير، اجريجيشن لاير، كور لاير، اجريس لاير. ده طبعا الاكسس لاير اللي هو عباره عن لاير 2 سويتشز، وعندنا الاجريجيشن لاير بيكون عباره عن مالتي لاير سويتش او لاير 3 سويتش، وعندنا الكور لاير موجود فيها الفايرول بتاعتي والسويتشات اللي هي الكور سويتشز اللي انا ببتدي اجمع عليها الاجريجيشن لاير بتاعتي. وبعد كده طبعا الاجريس لاير او الاجريس زون اللي موجود عندي بيكون فيها الراوترز اللي موجود عندي اللي واصله بالاي اس بي بشكل مباشر. ده هنيجي نتكلم طبعا عن اللاير 2 ايثرنت سويتشز. واللاير 2 ايثرنت سويتشز فورورد الداتا ثرو ايثرنت انترفيس اند كان ادرس اند فورورد الداتا اونلي اكوردنج تو الماك ادرس اللي موجود عندنا في لاير 2 هيدر. يعني السويتش بتاعي بيقدر يفورورد الداتا بتاعتي بيزد على الماك ادرس او الديستنيشن ماك ادرس اللي موجود في اللاير 2 هيدر اللي عندي. ولو احنا جينا نهايلايت على الجزء ده في التيبيكال كامبس اركتكشر بتاعتي هبص الاقي فعلا الاكسس سويتشز موجوده في الاكسس لاير او اللاير 2 ايثرنت سويتش. الوركينج برنسبلز اوف سويتشز. لو احنا عندنا هوست 1 وهوست 2، دلوقتي هوست 1 عاوز يكلم هوست 2، بيبتدي الفريم اللي هيتبعت من هوست 1 لو جينا ندقق في السورس ماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس. سورس اي بي هيكون الاي بي اللي هو 1 الاي بي بتاع الراجل ده، والديستنيشن اي بي ادرس هيكون اي بي 2، والسورس ماك هيكون الماك ادرس 1 اللي هو الماك ادرس بتاعه، والديستنيشن ماك ادرس هيكون الماك ادرس 2 اللي هو بتاع الهوست رقم 2. افتر ريسيفنج الفريم السويتش هيبتدي يتعلم ازاي. يعني هوست 1 ده لما يبتدي يجي يبعت رساله هتوصل للسويتش، السويتش هيستغل الفرصه ويبتدي يتعلم ان الماك ادرس رقم 1 ده موجود على الانترفيس اللي هو جيجا 0 على 0 على 1، لان بيقول لك محدش بيقدر يتكلم طول ما السويتش بيتعلم. يعني السويتش لسه حاليا بيتعلم الماكات اللي موجوده لان هو باي ديفولت كده مفيش اي الماك ادرس تيبل بتاعي فاضي، فهيبتدي يتعلم وهيبتدي يدور على الماك ادرس تيبل اللي هو اللي موجود عندك، هيدور على الديستنيشن ماك ادرس اللي هو الماك ادرس رقم 2. طبعا في الحاله دي هيبتدي يفورورد على طول مباشر لمين؟ للماك ادرس بتاعه. يعني السويتش بيبتدي يليرن بيزد على السورس ماك ادرس وبيبتدي فورورد بيزد على الديستنيشن ماك ادرس اللي موجود عندي. والمعلومه دي طبعا اسئله بتيجي في الامتحان بشكل رئيسي. الماك ادرس تيبل لو جينا نتكلم عليه قال لك كل سويتش بيبني ماك ادرس تيبل، وكل ماك ادرس تيبل موجود فيه الماك ادرس والانترفيس بتاعه زي ماب تيبل بالظبط ما بين الماك والانترفيس. يعني الماك ادرس اللي هو رقم 1 موجود على الانترفيس ده، ماك ادرس 2 موجود على انترفيس جيجا 0 على 0 على 2. طب لو جينا نبص على الفريم بروسيسنج بيهيفير اوف سويتشز، انواع البروسيسنج، قال لك لا اما السويتش بيبتدي يفلد. يعني ايه فلد؟ لو ما عندوش معلومه عن الديستنيشن ماك ادرس فبيبتدي يفلد، يعني يبعت لكل الناس ما عدا الانترفيس اللي مستقبل على ايه الرساله. يعني لو جاي لي رساله على بورت 2 وانا ما اعرفش الديستنيشن ماك ادرس فهبتدي افلد، هبتدي اتخض في ايه ففلد. يعني معناها ايه؟ معناها ان انا هبتدي ابعت لكل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي انا مستقبل عليه الرساله بتاعتي. طيب النوع الثاني من الفريم بروسيسنج اللي انت بتعمل فوروردنج، يعني انت عارف الديستنيشن ماك ادرس وهتبتدي تفورورد بيزد على الماك ادرس تيبل اللي موجود عندك. النوع الثالث اللي انت هتعمل ديسكاردنج، يعني هتعمل دروب للايه للفريم اللي جاي. تعال نعرف الثلاثه مع بعض. اول حاجه الفلودنج بيتم امتى؟ قال لك الفلودنج في حاله اول حاجه لو الهوست 1 ده حابب يبعت رساله للهوست 2 ف
فهيبتدي يظبط دنيته، يقول لك السورس ماك هو الماك ادرس رقم 1، الديستنيشن باك هو الماك ادرس رقم 2. ففي الحاله دي الراجل ده طبعا الديستنيشن ماك ادرس اول مره انت مش هتعرف الديستنيشن ماك ادرس اللي هو ماك ادرس 2، ففي اول مره فور فيرست تايم انت هتبعت ارب ريكويست. معنى ان انت هتبعت ارب ريكويست ان انت هتبتدي تفلود، تمام؟ ده معنى كلمه فلودنج. يعني انت دلوقتي هوست 1 عاوز يكلم هوست 2، قال لك انا ما عنديش اصلا الماك ادرس بتاع مين؟ الهوست 2 اول مره، انا اول مره ابعت له في حياتي فانا ما اعرفش الماك ادرس بتاعه. فابتدي السويتش يستقبل الرساله بتاعتك، فيبتدي يلاحظ ان موجود عندك سورس ماك ادرس موجود على الانترفيس ده، فيبتدي يستغل الفرصه ويبتدي يتعلم. يعني رقم 2 عندي ان الماك ادرس تيبل هيبتدي يحط معلومه، يعني بدا يحط فعلا اللي ماك ادرس 1 موجود على الانترفيس جيجا 0 على 0 على 1، بس هو في الحقيقه ما يعرفش الديستنيشن ماك ادرس، يعني ما يعرفش ماك ادرس 2 موجود فين. ففي الحاله دي السويتش هيبتدي يفلد. ليه هيفلد؟ لانه ما يعرفش الماك ادرس رقم 2 موجود فين بالنسبه له. ففي الحاله دي طبعا هيبتدي يبعت لكل الانترفيسز زي ما انت شايف ما عدا الانترفيس اللي داخل منه الرساله. يعني انا باعت رساله من على انترفيس جيجا 0 على 0 على 1، طبيعي ان انا هزيع الرساله بتاعتي على كل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي انا مستقبل عليه الرساله بتاعتي. فطبعا بيقول لو يونيكاست فريم ريسيفد، ده الفريم لو انا استقبلت يونيكاست ومش قادر الاقي الديستنيشن ماك ادرس اللي موجود عندي، ففي الحاله دي السويتش هيبتدي يفلد. وده سؤال في الامتحان دايما بيجي، دايما سؤال كده بيجي في الامتحان، ولو دخلت الامتحان هتلاقي حرفيا السؤال ده بيتكرر بشكل كبير. اللي انت لو unknown unknown ماك ادرس بالنسبه لك، يبقى انت كده في الحاله دي هتعمل فلادنج موجود عندك. طب لو البرودكاست فريم ريسيفد، لو انت استقبلت برودكاست فريم، هتبتدي اللي انت تعمل ايه؟ هتعمل لها فلاد على طول من غير اصلا ما تدور في الماك ادرس تيبل. يعني انا جاي لرساله اذاعه هبص في الماك ادرس تيبل ليه؟ ما انا هفورورد الفلادنج ده على طول. اما لو يونيكاست هبص في الماك ادرس تيبل بتاعي، والله لقيت المعلومه دي تمام، ما لقيتش المعلومه هبتدي اعمل فلاد. ده الايه؟ ده بالنسبه لك لو انون يونيكاست فريم انت ما تعرفوش. قال لك في حاله لو انت استقبلت حاجه ما تعرفهاش وهي اصلا مش موجوده فانت هتعمل فلاد. طب لو هي برودكاست اصلا يبقى انت ايه؟ هتبتدي تعملها فورورد بشكل طبيعي. طب الفورواردنج، قال لك الفورواردنج في حاله اللي الشبكه بتاعتي بقت ستيبل والدنيا تمام والوضع مستقر، وانا جاي لي رساله من هوست 1 بتقول انا السورس ماك ادرس ماك 1 رايح للديستنيشن ماك ادرس اللي هو ماك 2، ابتدي السويتش يستقبل الرساله، يبتدي يدور في الماك ادرس تيبل بتاعه، هيلاحظ ان فعلا ان الماك ادرس 2 موجود على انترفيس جيجا 0 على 0 على 2، فيبتدي فورورد مباشره على الانترفيس جيجا 0 على 0 على 2. بقول لك طبعا لو يونيكاست فريم ريسيفد السويتش هيبتدي يدور على الديستنيشن ماك ادرس، وبعد كده خلال طبعا الماك ادرس تيبل اللي موجود، ولو عندنا هنا الانترفيس نمبر موجود في التيبل تمام اللي موجود عندي، هيبتدي اللي هو يعمل ايه؟ هيبتدي فورورد على طول مباشره اليونيكاست فريم. طب الديسكاردنج، امتى بيحصل ديسكاردنج؟ قال لك في المثال اللي قدامك الراجل برضه هوست 1 حابب يبعت لهوست 2 الرساله بتاعته الطبيعيه او الفورمات سورس ماك ادرس ماك ادرس 1 ديستنيشن ماك ادرس وماك ادرس 2. طبعا الرساله بتاعتك في الحاله دي راحت فين؟ راحت على بيبتدي يبص على الديستنيشن ماك ادرس. لو وصلت للسويتش رقم 2 فالسويتش رقم 2 فعليا هو متعلم ان ماك ادرس 2 موجود على الانترفيس جيجا 0 على 0 على 1، بس انت جاي لك استعلام من على جيجا 0 على 0 على 1، ففي الحاله دي انت هتعمل ديسكارد لانه ملوش لازمه. يعني انت حد جاي بيسالك فانت هترجع له تاني، فطبعا في الحاله دي هيحصل ايه؟ هيحصل ديسكارد، تمام؟ هي دي الحاله اللي ممكن يحصل فيها ديسكارد. الماك ادرس ليرنينج على السويتش، بيقول لك بقى الميكانيزم بتاع الماك ادرس ليرنينج. باي ديفولت زي ما انتم شايفين انيشيالي اللي الماك ادرس تيبل بتاعك بيكون امتي، يعني فاضي مفيش فيه حاجه. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ قال لك هيبتدي هوست 1 فور فيرست تايم يبعت رساله لهوست 2. ففي الحاله دي طبعا ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي الهوست او السويتش اللي موجود عندي او هوست 1 هيبعت فريم لهوست 2. افتر فريم ريسيفد من خلال السويتش على الانترفيس هيبتدي يدور في الديستنيشن، مش هيلاقي ماتشنج انتري موجود عندك. يعني بالنسبه لك هنا unknown unicast frame، يعني انا مش عارف الديستنيشن. فايه اللي هيحصل؟ هيبتدي فلود،
وقبل ما يبتدي يفلود ده هيبتدي يستغل الفرصة ويبتدي يتعلم ان الماك ادرس اللي هو رقم واحد موجود على انترفيس جيجا 0 على 0 على واحد، والكلام ده احنا قلناه قبل كده. فبعد ما يبتدي يفلود زي ما انتم شايفين اهو نوت فاوند في الماك ادرس تيبل، انت مش لاقي الكورسبوندنج انتري في الماك ادرس تيبل اللي موجود عندك فهتبتدي تفلود. تمام، بيقول لك فهنا في ات ذا سيم تايم السويتش هيبتدي يتعلم ان السورس ماك ادرس اللي موجود عندنا اللي هو ماك ادرس 1 موجود على انترفيس جيجا 0 على 0 على 1. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي الراجل ده يرد عليك، يبقى السورس ماك ادرس هو ماك ادرس 2، الديستنيشن ماك ادرس هو ماك ادرس 1. ففي الحاله دي برضه السويتش هيبتدي يستغل الفرصه وهيبتدي حرفيا يتعلم ان فعلا ماك ادرس 2 موجود على انترفيس جيجا 0 على 0 على 2. وزي ما انتم ملاحظين كده بدا المعلومه تنزل عندك في الماك ادرس تيبل. تمام، فطبيعي السويتش هيبتدي يدور هيلاقي ان جيجا هيلاقي فعلا الماك ادرس اللي هو ماك ادرس 1 موجود على انترفيس جيجا 0 على 0 على 1، فيبتدي فورورد مباشره للهوست رقم كام؟ رقم 1. السكشن الاخير معانا في الموديول بتاع الايثرنت سويتش بيزكس بنتكلم على البروسيس اوف الداتا كوميونيكيشن ويزن ا نتورك سيجمنت. البروسيس بتاعتنا بقى الول بروسيس اللي موجوده، السيناريو بيقول الهوست 1 عاوز يكلم هوست 2، ده السيناريو. الهوست اللي موجود انيشيالي اونلي نوز، هو ما يعرفش بس الا الاي بي ادرس بتاعه والماك ادرس، يعني هو ما يعرفش اي حاجه. السويتش باورد اون، انت لسه فاتح السويتش انيشيال ستيت، يعني لسه في الحاله اللي هي البدائيه، لسه فاتح السويتش بتاعك. طيب ايه البروسيس اللي بتتم؟ قال لك اول حاجه الداتا انكابسوليشن زي ما احنا متفقين في الجزء اللي هو بتاع النتورك ريفرنس موديل، واتكلمنا عن الداتا ترانسميشن وازاي الداتا بتاعتك بتنتقل من السورس للديستنيشن. فطبيعي اللي هبتدي اعمل انكابسوليشن زي ما انتم شايفين دي الداتا، هبتدي اركب هيدر التي سي بي او اليو دي بي، بعد كده هركب هيدر النتورك، بعد كده هاجي عند الجزء بتاعنا بقى اللي احنا شغالين فيه دلوقتي مع بعض، هركب الايثرنت فريم هيدر وهركب التيل اللي موجود عندي. يبقى هنا الانفورميشن اللي انت محتاجها في الجزء بتاع الايثرنت هيدر، انت محتاج السورس ماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس ومحتاج الايثرنت تيل، ده طبعا في الانكابسوليشن على مستوى الداتا لينك لير. انيشاليزيشن في البدايه اهو انت بتشوف الارب كاش بتاع الهوست 1 بتلاقيه فاضي، مفيش اي حاجه في الارب كاش فاضي. بتيجي تبص برضو على السويتش على الماك ادرس تيبل هتكتب له ديسبلاي ماك ادرس فيربوز، هيطلع لك الماك ادرس تيبل هتلاقيه فاضي برضو مفيش فيه اي معلومات. فلودنج فريمز قال لك في البدايه طبعا فور فيرست تايم الهوست 1 ما يعرفش الماك ادرس بتاع هوست 2 فبيبتدي يبعت ارب ريكويست يقول لهم يا جماعه الاي بي ادرس بتاعه هو الاي بي ادرس رقم 2 يا ريت ترد عليا بالماك ادرس بتاعه. طبعا في الحاله دي الارب ريكويست السورس ماك ادرس بيكون ماك ادرس 1، ديستنيشن ماك ادرس بيكون كله افات لان احنا عارفين عشان نبعت برودكاست فهنبتدي نبعته على البرودكاست ادرس اللي موجود عندنا. سورس اي بي هو اي بي 1، ديستنيشن اي بي هو اي بي 2. الاوبريشن طبعا ارب ريكويست، السندر اللي بعتها ماك ادرس 1 الاي بي بتاعه اي بي 1، ديستنيشن ماك ادرس انت ما تعرفوش لسه، الديستنيشن اي بي هو الاي بي 2. فطبيعي لحد ما انت بعت ارب ريكويست هتروح لكل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي وصل عليها الرساله، وبالتالي هتروح لجيجا 0 على 0 على 3 وجيجا 0 على 0 على 2. بعد كده هيبتدي ماك ادرس ليرنينج، هستغل بقى الفرصه اللي موجوده، الراجل ده استقبل رساله كان السورس بتاعها ماك ادرس 1 فهيبتدي يستغل فعلا ان الماك ادرس 1 ده تمام موجود على الانترفيس جيجا 0 على 0 على 1 وتعلمها بشكل دايناميك. ده استغل الفرصه لان احنا قلنا ان السويتش بيليرن بيزد على السورس ماك ادرس، فبدا يتعلم المعلومه دي من خلال الرساله بتاعه الارب ريكويست. بعد كده الراجل ده هيرد عليه اللي هو الارب ريبلاي. الارب ريبلاي هنا نفس الكلام، السورس ماك ادرس هيكون ماك ادرس 2، ديستنيشن ماك ادرس ماك 1، سورس اي بي اي بي 2، ديستنيشن اي بي اي بي 1. فطبيعي هنا الارب ريبلاي هيبقى فيها الماك ادرس اللي هو بتاع الاي بي رقم كام؟ قال لك الاي بي بتاع اي بي 2، يعني الماك ادرس بتاعي هيكون موجود في رساله الارب ريبلاي. فطبيعي برضو ان السويتش هيبتدي ايه يستغل نفس الكلام، هيبتدي يستغل الفرصه ويبتدي يتعلم نفس الكلام ان الماك ادرس ده موجود على انترفيس جيجا 0 على 0 على 2 وتعلمها بشكل دايناميك.
وبكده طبعا يبقى انت عرفت ازاي السويتش بتاعنا بيبتدي يتكلم او يبتدي يتعلم كبداية. تعالوا كده مع بعض، في اخر دايما كل موديول بيبقى فيه كويز، فتعالوا نحل كده مع بعض الكويز بناء على الكلام اللي احنا قلناه. يقول لك الاير 2 ايثرنت سويتش، معنى كده هو بيتكلم على الايثرنت سويتش اللي موجود، بيجنريتس الباك ادرس تيبل انتري بيزد على ايه؟ في الباكت ريسيفد من الانترفيس. طبعا هو انت هتيجي هنا ايه؟ هتقول لي تو سويتش جنريت الماك ادرس تيبل بيزد على مين؟ يعني الماك ادرس تيبل ده ايه الحاجه اللي من خلالها بقدر اتعلم الماك ادرس تيبل السورس ماك ادرس؟ يبقى فعلا اجابتك هي السورس ماك ادرس. طب السؤال الثاني بيقول السويتش عنده 8 انترفيس، يونيكاست فريم انترز على السويتش من احد الانترفيسز اللي هو من احد الثمانيه انترفيسز اللي موجودين، لكن السويتش مش قادر يلاقي الديستنيشن ماك ادرس بتاعتك. هندور في الماك ادرس تيبل وما لقاهاش. في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ السويتش هيعمل ايه؟ هيعمل فلودنج، هو ما يعرفش المعلومه فيبتدي يتخض فيبتدي يفلد، وهي دي اللي هتكون اجابتك بالنسبه للسؤال رقم 2. في السمري في السكشن ده او في الموديول ده احنا اتكلمنا عن البيزك انفورميشن اباوت ايثرنت بروتوكول. الايثرنت طبعا فريم فورمات، شفنا الشكل بتاعه، قلنا تايب 2 والاي تريبل اي 802.3، اتكلمنا عن ماك ادرس الوركينج برنسبلز اوف لاير 2، واتكلمنا على الجزئيه بتاعه الريسيفنج فريم وازاي السويتش هيبتدي ليرن بيزد على السورس ماك ادرس وهيبتدي فورورد بيزد على الديستنيشن ماك ادرس. ولو الديستنيشن ماك ادرس بتاعك اكزيست في التيبل السويتش هيبتدي فورورد على طول للكورسبوندنج انترفيس. اتكلمنا طبعا عن الورد بروسيس بتاعه الداتا كوميونيكيشن في اخر جزء معانا، واتكلمنا لو انت فور فيرست تايم بتبعت من سورس لديستنيشن، فاتكلمنا قلنا انت هتبعت ارب ريكويست وبعد كده ارب ريبلاي، وفي اللحظه دي طبعا السويتش هيبتدي يتعلم وهيبتدي يعرف المكات اللي موجوده على النتورك بتاعتنا. وبكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا الموديول الخاص بالايثرنت سويتش بيزكس، الى ان نلتقي باذن الله في سيشنز اخرى بمشيئه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.